حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشف مصدر مطلع عنا عن استمرار توقف المنصة الإلكترونية الخاصة ببيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي للبنك المركزي العراقي، وهو ما فاقم من معاناة المواطنين الراغبين بالحصول على العملة الأجنبية لأغراض السفر أو سداد مصروفات تعليم ذويهم الذين يدرسون خارج البلاد. وذكر المصدر أن المنصة الإلكترونية متوقفة عند أغلب المصارف الحكومية والأهلية من قبل البنك المركزي العراقي بانتظار إطلاق الآلية الجديدة. وأشار المصدر إلى أن المسافرين لجأوا إلى السوق السوداء لشراء الدولار لتغطية حاجيات سفرهم. أكدت اللجنة المالية النيابية وجود عناوين رسوم غير قانونية في دوائر الدولة مثل رسوم سبايكر والملوية وغيرها. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن هناك رسوما غير قانونية تؤخذ في بعض الدوائر ليس لها أساس، مقرا بوجود عجز كبير في الموازنة المالية استلزم سده من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية مثل المنافذ الحدودية والضرائب وشركات الاتصالات. قالت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية إن وضع الكهرباء في العراق ما زال يعتمد على الغاز المستورد، بينما يهدر ما يصل إلى أكثر من 13 مليار دولار من الغاز المصاحب للإنتاج النفطي دون أي استثمار. وأضافت اللجنة أن العراق لم يستثمر الغاز المصاحب لتشغيل محطات الطاقة والاعتماد ما زال على الغاز الإيراني، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية ضد طهران تعطل عملية تحويل العراق لمستحقات الغاز الإيرانية، ما يعرقل وصول شحنات جديدة من الغاز ويعمق أزمة الكهرباء في البلاد. قالت وكالة بلومبيرغ إن حكومة بغداد تدرس تعديلاً مقترحاً على الموازنة العامة من شأنه أن يمكنها من دفع رواتب شركات النفط في كردستان العراق. وأضافت بلومبيرغ أن حكومة السودان تسعى إلى تسريع تسوية قضية التكلفة واستئناف الصادرات في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أن وزارة النفط تأمل في مراجعة وتعديل العقود الموقعة بين حكومة كردستان العراق والشركات الدولية العاملة هناك. حذرت دراسة حديثة من تأثير الاحترار المناخي على أسعار المواد الغذائية في السنوات المقبلة عالمياً. وبحسب الدراسة فإن الدول الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ستكون أكثر عرضة للتأثر السلبي بظاهرة زيادة درجة الحرارة على الأرض، ما سيؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بمعدل يقترب من 2% سنوياً. لان هذه انتقاله سريعه مشاهدينا الكرام الى اسعار صرف العملات الاجنبيه واسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.